الصدر، الظهر، الكتف، الأرجل، الباي والتراي. برنامج تدريبي 4 أيام في الأسبوع سوف يساعدك على بناء العضلات طيلة 8 أسابيع القادمة. يسمح لك بالتركيز على كل عضلة لوحدها، أي أنك سوف تتمرن كل عضلة في حصة. باختصار، كل ما سوف تحتاجه من تمارين سوف تجده في هذا المقطع بشرح كامل طبعا. لذلك أرجو دعم المقطع بلايكات للمساعدة على انتشاره، ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت غير مشترك لتتوصل بجديدنا، وعلى بركة الله. اليوم الأول سوف تركز على عضلات الصدر وكذلك عضلة ترايسبس. قم بالإحماء تقريبا 5 إلى 8 دقائق لتفادي الإصابات طبعا، وابدأ مباشرة بهذا التمرين، تمرين الدمبل. العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار مع اختيار وزن متوسط. الآن تنتقل إلى التمرين الثاني، الدفع بالدمبل. العب 3 مجموعات باختيارك الوزن المناسب الذي يجعل آخر التكرارات صعبة. المجموعة الأولى 15 تكرار، 12 تكرار، والمجموعة الأخيرة 10 أو 8 تكرارات. في التمرين الثالث سوف تستهدف الجزء الداخلي لعضلة الصدر. يلعب بوزن متوسط ولكن التكرارات تكون مرتفعة، على الأقل 15 إلى 12 تكرار، والعب 3 مجموعات. الآن نذهب للعب تمرين البار وننتقل لاستهداف الصدر العلوي لنتأكد من استهداف كل أجزاء الصدر. سوف نكتفي بتمرين واحد لعضلة الصدر العلوية، لهذا سوف تلعب 4 مجموعات بتكرارات ما بين 8 و 12. عند لعب عضلة الصدر فأنت تركز على عضلة ترايسبس بشكل ثانوي فقط، لهذا سوف نكتفي بتمرينين فقط، لكن النقطة التي سوف نركز عليها هي التكرارات المرتفعة. بعدها اذهب لتناول وجبتك للحصول على النتائج من هذا البرنامج، ولا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك. انتهى اليوم الأول. في اليوم الثاني سوف تركز على تدريب عضلة الظهر بالإضافة إلى عضلة البايسبس. حسنا، هذا هو التمرين الأول. العب 3 مجموعات، في كل مجموعة العب 10 إلى 12 عدة. فترة الراحة بين التمرين دقيقة واحدة. التمرين الثاني، في هذا التمرين أنت تستهدف الظهر الخارجي أكثر. حاول عندما ترجع الوزن أن تكبحه قليلا لتؤثر على الظهر بشكل أفضل. العب 3 مجموعات والعب تكرارات ما بين 10 إلى 12. إذا كنت ترغب في امتلاك عضلات ضخمة وقوية فهناك شيء واحد يجب عليك أن تضعه في الحسبان، وهو زيادة كثافة التمرين. يعني إذا كنت تلعب 12 تكرار ولا تشعر بالتعب في آخر التكرارات فالوزن الذي تلعب به خفيف نسبيا. إذن هذا هو التمرين التالي، طبق فيه هذه النصيحة. التمرين الرابع، من بين التمارين الأساسية لعضلة الظهر العب 3 مجموعات والعب 15 تكرار، 12 تكرار، 10 تكرارات. بعد كل تمرين تقوم بزيادة الوزن طبعا. التمرين الخامس، سحب الكيبل. فقط عند أداء هذا التمرين اجعل ظهرك ثابت قليلا للتركيز قدر الإمكان على تضخيم الظهر. العب 3 مجموعات والعب تكرارات ما بين 10 إلى 15 تكرار. وهذا هو آخر تمرين لعضلة الظهر، السحب بالدمبل. اختر وزن متوسط والعب 12 تكرار في 3 مجموعات. الآن سوف تنتقل لاستهداف عضلة البايسبس بعد الراحة طبعا، 3 دقائق كافية على الأقل، وابدأ بلعب هذه التمارين. We'll be right back.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. من أهم الأمور التي أذكركم بها دائما في الفيديوهات وهي لعب تمارين الإحماء والإطالة حوالي 10 دقائق لتفادي الإصابات في المفاصل والأوتار. إذن يمكنك لعب هذا البرنامج مرة واحدة في الأسبوع. تمرين الأول: تمرين الكوادريسيبس، يستهدف عضلة الفخذ الأمامية المنقسمة إلى 4 رؤوس. في هذا التمرين سوف تلعب 4 مجموعات والتكرارات تتراوح من 10 إلى 15 نصيحة. من أهم الأمور التي تبني عضلات أكبر وهي التكرارات الأخيرة التي تكون صعبة عليك فلا تهملها. إذن التمرين الثاني وهو تمرين ليك سبريد التي سوف تلعبه بطريقتين، وهي الطريقة الأولى لاستهداف عضلة الفخذ الخلفية من الجوانب. طريقة اللعب سوف تكون القدم بعيدة عن الأخرى، وبالنسبة للمجموعات سوف تلعب مجموعتين في هذا التمرين مع لعب تكرارات تتراوح ما بين 10 إلى 15. والطريقة الثانية سوف تكون بلعب بطريقة ضيقة كما تشاهد في المقطع، ولعب مجموعتين فقط لتكون في الأخير 4 مجموعات في تمرين ليكس بريس مع لعب تكرارات تتراوح ما بين 10 إلى 15. وتذكر أن الأوزان الزائدة لدرجة أن اللاعب لا يستطيع أن يرفع أوزان إلا بمساعدة كبيرة من صديقه، فهذا خطأ كبير. وهكذا ارتح مدة دقيقتين إلى 3 دقائق وابدأ بتمرين سكوات الذي طبعا لا يحتاج إلى الشرح، فهو من أقوى وأفضل التمارين عند لاعب كمال الأجسام. ولكن تذكر أن الأداء السريع للتمارين بدون تركيز سبب رئيسي في بطء عملية نمو العضلات، فلا تسرع في التمارين والعب ببطء. العب 3 مجموعات بوزن متوسط فقط. التمرين الخامس والأخير لعضلة الفخذ، ويتبقى لك لعب عضلة السمانة. قد تكون لاحظت أننا في هذا البرنامج استهدفنا عضلة الفخذ الأمامية واستهدفنا عضلة الفخذ الخلفية بشكل ثانوي فقط، ولكن ما عليك لعبه في الأسبوع الثاني هو كسر هذا الخلل بلعب تمارين تستهدف عضلة الفخذ الخلفية بشكل أكبر، وهكذا تستمر. الطريقة الصحيحة للعب عضلة السمانة، سوف تلعب 3 تمارين فقط. تمرين يلعب بوضعية عادية يستهدف عضلة السمانة الطويلة والجانبية كما تشاهد في المقطع. وتمرين رقم 2 يلعب بطريقة مثل V لاستهداف المنطقة الداخلية كما تشاهد في المقطع. يمكن اتباع هذا الجدول التدريبي مدة شهرين تتمرن فيه 4 أيام في الأسبوع، يوفر لك الوقت الكافي للراحة والاستشفاء العضلي من شدة التدريب، وهذا ما تحتاجه لبناء العضلات بعد النظام الغذائي. لا تنسى مشاركة المقطع ودعم الفيديو. وحظا